تعهد رجل دين زار الموصل اليوم بإعادة المحافظ السابق نوفل العقوب إلى منصبه، وقال مهدي الصميضعي خلال حديث في مكان عام في الموصل اليوم إن المحافظ السابق في نينوى سيعود. باسمكم هذه أقدم اعتذار لدار الإفتاء وعلمائها وللمرجعية العليا ومراجعها جميعا، يرجع المحافظ وإن شاء الله تعالى ما راح يصير كسر لكلام المفتي، يرجع المحافظ.